إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، نحن نكمل عبنا آية الطوانة كم إذا سورة يونس آية 10 من سورة يونس. قال الله تعالى إلهي باوحر الدعواهم هل كل قود مؤمنين تافيها تنذا مركا أي قلان تنذا دحذيذا سبحانك اللهم إله وذاك كحبانك وفن إريقا سيكو علعلين أيا وتحيتهم بريدة ذوذو فيها تنذا دحذيذا سلام إريقا ساي صبحية وآخر دعواهم دعا ذوذو قدن بيسانا أن الحمد لله رب العالمين وي ما هذا إلهي بألا عالمين طولا نسكالها ولو يعجل الله للناس هدو إلهي الددك وددتشين يا أشر لباتده استعجالهم بالخير هلك أو خيرك وددتشي أو كلا لقضي إليهم أجلهم وقت قضب ولا دمين لها ولا هلاق لها فالنذر الذين كيوانوا كتغينا أبو إلهي لا يرجون لقاءنا لكل أنك يقع آخرا أنك عبسنا إلى مسوين باء في ضغيانهم يعمهون يقول بادي ذو ذكور يرسلون بان كدين يابو لهاي لأدوية ذا وإذا مثل الإنسان ضر قفك بني آدمك مركي دباطة كل عضو دعانا ونو يرنا يا إلهي أوتو بادينا يا تحن بكو الله تقال إلهي أوبو كعل علينا يا إلهي وحلو ونو يرنا يا ونبري يا لجنبه أو قاعدا أو قائما لجنبه سيقولين عوتيف إلهي ببري يا أو قاعدا أما إساغ أوفر ليو لهي بريا أو قائما أما إساغ تاغا فلما كشفنا عنه ضره مر الله مر كانوا ربك كطل قاد نبي لهي مرة أي استمر هوشي سي حميد بابصي وضنيا كأن لم يدعنا وحبا لما وضعنا أنه نوغو يرى ننبا إلى ضر مسه لبات كل عذاب إنه ربي أبريم باباد مودة يسايو ولقي وحسو قارن با كذلك الزيين الساسا لو قرحي للمصرفين كو واحد قد بيا ما كانوا يعملون وهي عمل سميلة ينبالو قرحية حماء ولقد نبني ما أهلكنا القرون من قبلك قرنية ذي دين كهر ري عوضا نوتر ري باقي لهول ووانو بابين وهلاقنا لما ظلم كل كي قرد الرسم ينبان هلاقي وجاءتهم رسولهم بالبينات رسول ذو ذي وحي ولي ما دين معجسوين كي على عدادتك قنعيني وما كانوا ليؤمنوا مصير رمينين اوي كدي ذين كذلك السداسان نجزي القوم المجرمين قل يا هدين بي ليا شهد والبصاص ما رأى بالمرين يكواكم وقاذ بولاي ثم انت ومذها لها لقي كذب جعلناكم محانو ذكر لقنا الددي هو إفكا تشوغاه خلائفك في الأرض كوي هركو هل كوذي قلي وبدلي من بعدهم يقد بدوت لننظر سيانو يقنا كيف تعملون بروح السميسان إنا كدورتاني إنا كدرتان وقال إيق تجابة كتلت قرآن كوحة داركي سادتك إلهي وسودة جيدة وحوفة لين يواد دادم قرآن كتاب كي سينيسك إيو فلق إيو ميراياش إيو حيابها كو مشغول سنا ما هي ميلها لغا فايدة استوها سي إشارة لكن واه كتاب هداية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى كتاب إلهي ودادك كو هنونين يومي دادك نوحي هلان هنون بأوي ركا إنت نوع آيادات وحي نوهر سيدايا هنوك إلهي إنك روح الله إنه غفر ليا هنوك إنه يدوتك كوه أقنه رسولك صلى الله عليه وسلم مركو أبابو لي يدتك خيرك كوه أبابو لي يوحي الله يهدي الله بك رجولا واحدا خير لك من حمر نعم قف قرين إلهي السبب تأذى كوه هنونيه كأغفر عن غير عص عصي وحوارم قضانتش بركا كود ذا لنا ضوه هنونت ومدن هنوس حاول أن تكون هاديا ومهتديا يدتك هنونين يو هنون سنقو marka faaladii dadkii hanuunay ee hagaagay waa lagu sheegay kuwii halaabayna waa lagaaga digi intaas ay ku wareegayaan aayad wuxuu ilaahay amaanay marka muuminiintii oo markay jannadii iyo barwaaqadeedii iyo nicmadeedii helaan fi jannati naciim beera nicmo badan kolkay galeen da'waahum fiha subhanaka allahumma ad-da'wa
مروحي نقطة إريجاس ربي بريب النقطة مر نوح النقطة دعوة قف كل جس أو جيل الأشكتيني الدعوة كان والله عبرة مرك قاركودنا مقالة دقف وكوع العليا بالله مركوا إنك نلا هالكوديك بحيل الشيء جيوح هالكوديك وأرنتها وشيء وقف كدرن دوري سكلاح لوران كرا ورد جو دنا ولوران كرا دعوهم فيها شيء أي ورد جوا أي وضيام ونبي وحص عليه الصلاة والسلام أولياء إلهي المؤمنين تمرك الجنة قالان يلهمون التصبيح والتحميد كالنفس كما يلهمون النفس سدى أوقفك أن نفسنا يو أم بتصبيح حمدي سجوا ضيا تصبيح لا سماها مت تكليفها سدي علاسك الدنيا دي حلك أي واحد سارن مت سارن معه يبرك هذه مك يسكن نفسنا يسوي أكسجين تقادن يسوي حدا بكو جماله مرك سدى أصوب يسجوا بضينا يا يعني سدي ضد نفسنا يو كله تصبيح لا يحمدي سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سدي نفس الشذا كلا كديا والله فرحي وانا الله كلا بطبطي مركا تدكو فرحدة درادين سلام باي سويريس سلاما سلاما سلام ملايكتها سلام إيسا إيقنا وإيسا سلام يا أولياء ذي إلهي إلهي بغركاي وينا الله كل مينو سلام يا مركا تحية ذو ذي بريضة وعدو لبو مركا كل أنتي فرحي سويس بريضي ساية سلام وتحية أهل الجنة ودعواهم فيها ودعوا وآخر دعواهم رياض دعاء وردم بيس ودعاء الثناء أمانة إلهي أمانة يان وحوي الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ويفرحينه ويكلبط بطينه سؤالوا إلهي ويديه وحوي المحاد دونيس الدنيا ذا مركل تشوق ذا قفوا حرنا كنان دوني كنان دوني هذا نمرك وحي قص وصار حصوص طبلا بلها بليك هذه بورنا لا نصف فكرة إلى بريته بل صادم ما صاف كرة كل بحبو كصاد رأي كل بضد بولا صوت الشنايا لكن الكا واحد تورن ليشي كل الكي فقر جاه واحد إلها وحول بوض نسيس وحنا هري مشرو مركا إلها وحول ليها وحنا ندين سيء إن أنا ندين كره على النقض أول جاي أنا ندين عروني كل كاسيسي كلا بض بضنا ينهدنا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين كل كاسوادنا إلها استوصي يا شن هذا دحرية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة كل كاسية هذانا الحمد لله الحمد لله رب العالمين وهذا سمى سائش ضبطه عن إسح وحاء خير كبضن مركع هلانا آد وفر حي وحنا لك كاركينا إلها وحيا بوش عليه وحكم ذا التسبيح ذا يحبدك تسبيح ذو وح أي شيء جيسا إنارو إلها وح عيب أيو وح نقصانة طن اللهين ومذو حق الله حمد ونوح شيغا يا اطونكي او ايتال دردي سنا قري وحول بنا ان الهي كهلي وبراره يا برواقه الهي قري سبحانه وتعالى ووحو دفرسن يهو نعمه الهي ان جد لذلك بار رسول صلى الله عليه وسلم كلمتها سيلي اد وين بو نو شيغو وحو كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خارج حديث كيوكو ختمي ابن حجرنا وكقضى إذا كتاب كيس بلغ المرامكة باوها ولا بكلمة دوت إلهي تشعلي إلى لنا إلهي بابا تشعل حد كدين ده وردي قاقة بكبضي عرب كانوا يكفوا دودي دوارنا محيكو يالي سبحان الله والحمد سبحان الله وبحمد سبحان الله وبحمد انت هذه تشير هي سهولة ترين لهايد بركة هول هايسو أما أدمالها كلنا عنا علينا هيد دي وردي قاقة كالكتاه سبحان الله وبحمده سبحان عرب كنا وكفذوذي لكن ننبه يستعرض الشيطان لا يراده أيام مركز استر هذا نقاش يبقى قارك لو كسر قرينا يا برو تليفون كاكو قرا عنا حب سودين يا أنت أسمع سقو يا جنا ينو كالد العلو ثقيل الثاني في الميزان ميزان كنا محاي نقب باهي بدن وحنا قعص لايا ميزان كنا أدبي كاجب وحنا أنت ذكره أنت كوسا عروري والنص أما أنا يا نبلا أريد أدبي وبدين تدان وحاب الله نورين بإلى هاي وتلمامي ويجو حقا قلوا عنو شقيني وإيمان لأنت تدكي الله يقانك أنا هين إيمان الله وياشي أيا إلى هين وكحسي صد حذن آيادو ذا يسكحيك تدكان إيمانك لهين دعا ذو ذا دعا ذي ويكتغين ذكرقين ويكتغين
مررك قار كودنا الدعاء وابك قل الله عطايو ويس هباران نفتو ذي هباران اهل كود ذي هباران الدون كود أبد كود أي هباران مرك لا نحريس تيله هذه كتشوجا رب سبحانه وتعالى سقاو نحريس سنايا هذيك لو بابين لها معناها سآيات الشيخيس ولو يعجل الله للناس هتقول هاي دتك أودد تشيلها الشر معناه إجابة الشر شركي بلايا ذا إلهي بريان جوابتي سهتو قديم لها إلا هو كان السباري أبي جال محوري اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنظر علينا حجارة من السبايا ويثنا بعذاب أليم ذا إلهي وحب بري عذاب يهلاك مركا هدي شركة أي عطسدين لو سود الدجين لها استعجالهم بالخير سيدو لهاي خير كوجود الدجيني مركا خير عطسدان وصية لكن مركا الشركة عطسدان هي بلاية ذا وكذب نقا مركا هدي ود الدجين لها شركة أي عطسدين سيدو خير كوجود الدجيني لقضي إليهم أجلهم يا وقت يقعد أبغى الله ما يلها يا وهلاك سمي لها لكن حلم يجي سيد رقاد كيسا رب سبحانه كي حمال لفتي سو حمانت عطسدان أنا واقبلي وكان رسولكم صلى الله عليه وسلم حديث كي صحيح هاي نودي دنا لا تدعوا على انفسكم ولا على اموالكم ولا على اولادكم لا توافقوا من الله ساعة يستجاب فيها الدعاء على معنى الحديث نفتينا هبارنا واهل كينا هبارنا وادون كينا هبارنا سيد انا وافق ساعة لا اقبل يا هبارك ترك هبارك الا اقبلنا اديكو كادعه او كوغو دعه حد كرديس واسله شيء واسين كارت marka taladaas uu nabigu nabixiyay alayhi salaatu wasalaam tan waxa uu sheegaysaa in aqoon daradiisa iyo inaan waxba dantiisa garanayn qofku fa nadaru alladheena la yarjuna liqaana fi dughyanihim ya'mahun marka kuwi aan ilaahay aakhira rajaynaynin waxay ku wareersan yihiin dughyaan kibir iyo had gudub baraarihii barwaaqadu ilaahay siiye way ku kibreen way kala badbateen marka sayid mootaynaan indhaba u baxsanayn gaal ku indhalayay uu ku jiray dhaqanka iimaan la wayaasho waxa kamida sidan ilaahay u sheegay subhanahu wa ta'ala allah wuxuu yaqaan kaliya maalintu dhiban yahay maalintu dheef haysta ilaahay ma yaqaan wa idha massa al insana dhur dibaata haday ku dhacdo dibkaasi naftiisa ha ahaado ehelkiisa wadankiisa wixii uu jecelaysanay hadii dibaata kaga dhacdo da'ana uu noo yeeranaya ilaahay uu buulay marka adkaato sanamna ma bariyo wacid kalena ma bariyo wuxuu leeyahay ilaah ilaah aynu belief kareyno aynu noqon isagoo dhinaca u jiifiyay isagoo fadhiyay isagoo qaac iyo isagoo saddex xaalada maru jiifo iyo maru taagan yahay waa jiif iyo joog iyo taag iyo fadhi saddexdi xaalada qof saddexda kama baxsanade macnaheedu waxa weeye si walba ilaahay uu bariyaa markuu ka dul qaado rabbi مرة وحي كده جنت استمر هل كيبو كوضيع كان لم يدعنا إلى ضر مس بحد ما دار دبكو دعينا نواجي على نبا دبكو دعينا نكدو عيسنا كيبا معها قف كمؤمن لكن سلا معها سيد النبي محمد حسين صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عجبا لأمر المؤمن قف كمؤمن كارن كيس ولا ياب ضنا إن سابت صراء وشكر فكان خيرا له دو ناكر يبرواق يخير ينعمه الحمد لله الحمد لله إلهي ما أنتي سيء وحبذين يا بهاد دقيس مركان سي خير إنه قرني سأل أنا وكرنينا يا إلى حمد جاس وح السبب ويا هاي إنه كرده يا شكر جاس نعمة دي اللي سيئنا كرده وين سابت وضراء وشكر فكان خيرا له هدي دباتا يكون عذر لن كستبها هاتو إلهي بو سمريا وحلا وحنا وح إلهي قدر وي هذا هو السبب وح الله إيمان كرت الله كاري كلكم أكفين لقى مرمان بوها إلهي بو ugu samraya markaasay khayr u noqonaysaa oo dibka laftiisa khayr buu ilaahay adoonka ka siiya marka labadaydaba way khayrku helayna uu ka macaashay dibki ku dhacayna uu ka macaashay lifaaq uu nabigu raaciye waxa weey walaysa dhalika illa lilmu'min qofka mu'minka un ba taale ee gaalku ma laha gaalku ilaahay ma yaqaan subhanahu wa ta'ala idan marka xaaladiisu waxa weeyaan kadhalika zuyyana lilmusrifina ma kanu ya'malun مسرف بالا إلى مجيس قفك كل هذا أنا ولا بذا كلا أقول ربك محل أقول هذا يا دافت محوه هلاي هو المسرف وارد البيس واحد كذب أود أو هلا يا أقام تو هلا يا أدون كو هلا وحبك إفساد يا وحبك ما إصلاحية وحبك خربان أقام تي سحمان تي وذي جيس أودي سحمان تا
يفسد العبادة والبلاد مصرف بالا إلى لذلك بهلك وحين كفهمينا إن لو جبهاي هاي قفقة وحي خيرية وناجها وهلا يبر على يبر واقع الدنيا وهلا وحلو بهاي وحلق سجى إنه كصمره صمركم ماها أوكل يا إنك كصبر توحي بلايا لكن صبرك أوحى كسي عليس بدن صبرك أت كصبر توحي الهاي كسي وقليل من عبادي الشكور بالي تا وح كصمره وحي الهاي أضامها سيع عطيادة أنت كصمر تويرت مركز ولا والبوه ذي يقف مركز وكلا بض بضنا أو يسوق أواد سبيضية قاضي يضطبع لو البخر ذي يا عذو البحقرة يا حق وديدة يا ضمها رو حقرة يا اللي كبر كلا بضع هاي تبع عدد الدين لاوها يا سائل هاي ونقول شجعي سائل ونقول شجدينه وأنا وحيابها إلى هاي ومديه رو كوه لا جسد آية ضم بوكو شجع ولا قد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم وما ذين كهر ريبان ربنا ما هلاقني مركي تلمي السمين تلمي قبوا محيضة دوين إلهي الديدين مناي مهدنقين مناي صبرين واناي كبرين رسول الله ذو ذي بأوليمي وحي أيكو قنعين لهايين الدينها آياتك مركي سي قالوا بين قال نوحانو هيابا إلهي ولهلاك كذلك نجزي القوم المجرمين أدونكو انتا كمور رمانين ولو على ورق ثم وما ظهر رويت تجينا والهلاج أنت أكذبنا يا ميس كسارنا تجابة ذي مرايا جعلناكم خلائف في الأرض من بعده جعلناكم مر والبضمير كسوح وتجينا ولا قولها الله يا وما ظهر عالم ككل نار هذا والبعض كوي هريت تجينا آيات ده راشكت كوا آيات ده بأي شيء جيسانا ومر والبكوا تشوجهم لأننا قلنا إنه كمدنا مر كأنه تجنا قلنا كلا إنه بدليس خلائف خلايف كلامه معنا لقفة سرا إلهي بيضامه عالم كان كجو كليهين وإلهي بأنتو عالم كان صلحي وسوبيو هجاتي أيوه كان كي سودي بروح عليه بالوالا يدناجا يا ولا أدون كانت ديتك بني آدم كأو كويه جامل لهاي هرسات كان نقولها بحيو ناس خلايف معناها علماء وسيب ذيه وحوي يخلف بعضهم بعضا قلبا قلبا كلام أي بدلة يسأيو ولا يسبدلة يا عالمك قال أبو مربي وقت قاعدنا يس قال أبو وقت أي قاعدنا يس بركة خلايفة في الأرض لو كساس سال يسوق بدلة يا من بعد بالنظرة كيف تعملون بركة تجاب يدتكم مريض وأنا نوان إيجي يا باي لهو غير بنو إسرائيل بركي لها لاجي عدو جودي أنت على هلاقين بورورينا وحيد هذا النبأ طب ضم بهرنا صامرت أنت هذا بمستوون لا تشوكتنا دبكون نقول عيا وعوذين ركستنا بمستوى حكول عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سنة ذي لا هي سوتشرينك حفتسي ويقانك قنع سيها وحول عسى ربكم أن يهلك عدوكم وحلاقي يا بعذو جينا فرعون ما أنت ليا بسنتنا وديس إنه الهاي بابيو هلال ويستخلفكم في الأرض هل كاف فرعون يقول لي سوغان ما انو ايدين كايدين كينا لغا يابا تاسا دحي دون فيدور كيف تعمل وكدبنا ويغا برو خا سميسا دي الهي كو بدلي ما هي سميين دي هو كو بدلي دد بخربي نبي محمد صلى الله عليه وسلم سغو امتي صلى الله عليه وحول الدنيا حلوه خضره حديث كي صحيحه ادويدو ويسك معانتي حقا marka la eego cuncunkeede عقار ويقولك هذا يكتوح إلى هاي كسية دعوته وإن الله مستخلفكم فيها إلى هاي نو إذن كوي جيا وذين ديبيا قوحه كد وحيد كد يا كوي سب الدلي مد بس كه استقار كلاك الرحلي قار كلاك الرحلي استقى خليفة ذين كد جاي سكين بالدلي فناظر كيف تعملون مركوح إيجا يا بره توح السماء سان نجعل إن الله ضيع ونبي قلنا الله ضيع عليه سلامة والسلام marka lifaq raaciye waxa way fataqu dunya wa taqu nisa adunya huwa lanina iska ilaaliye baasha tumar kana iska ilaaliye fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa baladi ugu horeysay reer bani israil ku dhacday tumar kay ka raacday halka laga qaniinay tumar kay ahaayeen hawlayda hawlayd waa qayb bulshada kamida wa hooyoyinkeen iyo hableheen iyo ooriyeen iyo ubadkeen marka si wanaagsan loola noolaado sida sharcigu sheegaya dadka iyaga oo amaan badan oo deew awood badan oo ay u taalro ragbadee dumar baa isdaafiyay wa nabi maxamed bakaar intay ugu jireen waad galan sallallahu alayhi wasallam
qofkii ugu horeeyay rumeyna dumar buu ahaa qofkii ugu horeeyay shahiideyna dumar buu ahaa aan iyadaana markii ba talooyinkii isla garab taagtay rasuulka sallallahu alayhi wasallam sanadkii haaskii simi weynada hayda khadiija bint khuwaylid ka dhimatay caamir xusni baa loo bixiyay sanadkii murugada garab iyo gaashaan baa waay laakiin marka day sida gaalada loo isticmaalo dumarkii illa soo qaawiye la inagu soo daayay go dhag la qabta lahayn dhag la qabto aan lahayn oo meel waliba muuqato oo wax kale iska daayo alaabta lagu xayeysiinayo oo saabuunta lagu xayeysiinayo TV-ga adeegta waa gabadh qaawan diyaaradda raacaysa waa gabadh qaawan xafladaada isa soo taagaysa waa gabadh qaawan taayir haddii la xayeysiinayo waa gabadh qaawan balaagada markaasaad hadalka nabiga dareemaysa sallallahu calayhi wasalam insaaniyaddii iyo karaamadii iyo mudnaantii iyo miisaankay lahaayeen baa laga tuurayba badeecadii raacanteena wax lagu xayeysiyaa baa laga dhigay qofkii sharafta lahaa ee karaamada lahaa mid gaalo ingiriisa ni sheekho muslimu la doodayo wuxuu ku yidhi dumarka maxaa u salaami weydiin wuxuu yidhi adigu boqoradiina lama salaamay maxaa dhacay dee dadka qaar ubaa salaama buu oo kuwa kale maxay u salaami waaye qadarin bay leedahay yuhi haddaba annagana dumarku qadarin bay leeyihiinoo in gaarahun baa salaamo inta maxaarimtooda ah ninkeeda iyo ehelkeedun baa salaamo mudan dadkaa kale looma ogola inay taataabtaan sida boqoradiina aan loo taataabanayn annaga dumarku agtayada boqoradiina wada xisaabsayin xabo qura idinka boqoradahe oo inta kale waa la xafuujinayaa annaga laakiin waa wada boqorad buu markaa in yaroo gaaro maxaarimteeda iyo xigtadeeda ah ayuunba salaami kartay bu ilaa saa ula soco ha ka dhicine فبهت الذي كفر قال كيو اسكامس الله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان